السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد في قناة اليمن الإمري والحمام والعصافير. النهاردة إن شاء الله قلت أصور لكم بقى إيه وأنا وحظي اليمن البلدي. ما شاء الله باضت أول بطين تاني بعد البطين الأولانيين اللي إحنا حطيناهم تحت الإمري وباظوا، دول باضوا بطين تاني. فأنا بصراحة كل ما بتشوفني بتقوم من على البيض، فاستغليت وهي قامت من على البيض وخايفة، فقلت أصور لكم وأعمل لكم إيه فيديو. زهقنا من القمر شويه، قلنا نغير نجيب يام بلدي ونشوف عمل ايه. دلوقتي اهو خد له زاويه في القفص اللي انا كنت عاملها له، وما شاء الله لم برسيم كتير ناشف اهو، وبيضه بيضه وبعدها البيضه الثانيه، بس ما قدرتش اصور يا بيضه البيضه الاولى عشان ايه ما تخافش. فلقيتها بيضه البيضه الثانيه ولقيتها ما شاء الله راقده بقى لها 3 4 ايام. فكل ما بصراحة ما اقرب احط لها مثلا اكل او مية لقاها برضك خافت زي كده وقامت من على البيض جري وقعدت تطير في القفص. طبعا عارفين اليمام ده بيبقى جبان شوية وعلى طول مقلق كده وعلى طول في رهبة كده. فما شاء الله طبعا بعض البطين هم والبطين ما شاء الله كويسين، ولا من غير فيتامينات ولا كلسم ولا عناية ولا اي حاجة، هي والله بحط لهم مية واكل واكتر جوز انا هامل فيهم يعني. بس ما شاء الله سبحان الله يعني هم واخدين على البريه وكده، مش زي الامري حنين شويه. برضك الامري في البريه وكده وكل حاجه، بس سبحان الله في طابع برضك او في دم اللي هو ايه في الطيبه في الحنيه، غير ده طبعه جبان شويه بيخاف من اي حاجه، يمكن من خياله كمان. فده بيسموه اصلا كذا اسم، يمام النخيل ويمام الصحراء ويمام البلدي، وناس تقول عليه بالبلدي اللي بيعشش في الشجر وبيعشش في المناور، بيعشش على اي حاجه بيلاقي يعشش فيه. فده ما شاء الله جوز زي ما انتم شايفين اهو، طبعا الذكر بيتمزع نتاب كبر حجمه ودماغه كبيره، ونتاب طبعا بتبقى صغيره شويه ودماغها صغيره، جسمها يعني قليل شويه ودماغها صغيره، ولونها بيبقى غامق غير الذكر بيبقى جسمه فاتح. وغير كده كمان النتاية تلاقي عند سحبة وشها كده رفيعة ومنقرها طويل، غير الذكر بيبقى عريض شوية وبقه قصير سن. والشكل العام بتاعهم اصلا بيتعرف على طول، اللي انت تشوفه تقول ده ذكر وده نتاية، حتى لو انت رايح تشتري من اي حد بص الفرق يا جماعة. يعني اللي على الشمال هي النتاية بتبقى غامقة وجسمها قليل ودماغها صغيرة، واللي على اليمين ده بيبقى جسمه عريض ولونه فاتح افتح من النتاية ودماغه بتبقى عريضة، ده بيبقى الذكر والنتاية في ايه في اليمن البري ده. طبعا ده ما فيش مشكلة في تربيته برضك، اكله كلفة الحمام المية بتاعته القش اللي انت ترموله او طاجن تحطه له، ويفضل ده تربيته في جامعات. طبعا بيبقى منتج احلى ما يكون معمول في قفص. يعني انا بصور الفيديو ده بقول ربنا يستر ممكن ميرقوش على البيض تاني. واد البطين اهو يمكن غمقوا سنة بقاله 4 5 ايام اهو، ولما القش اهو مظبطين، بس الله اعلم بقى هيرقدوا تاني زي كل مرة ولا لا. خدتش منهم غير مرة واحدة وبعد كده ايه مخدش حاجة تاني، بس هما في البيض بيبيضوا كتير. وطبعا برضه في الحضانة بتاعت البيض بتاعته من 18 يوم لحد 25 يوم على حسب درجة حرارة الجو والجسم. اذا كان في الشتاء بيقعد برضه 23 و24 يوم، في الصيف ممكن يقعد 18 19 ل20 يوم. وطبعا بيطلع برضك الزغاليل ويأكلها ويقعد معاهم مثلا الفترة بتاعته، وتلاقي الشغل وراه تاني ومنتج ومش وحش، وفي ناس بتتبعه وفي ناس بتصطاده وفي ناس بتاكله، يعني بينفع برضك ايه شغله حاجات كتير. هو برضك في المتناول برضك وسعره مش غالي في السوق دلوقتي، وصل كان اول 10 15 و20 و25، وصل دلوقتي ب40 و45 و50 كمان، من في ناس بتصطاده وكده فبدأوا يغلوا السعر. وكل حاجة زي ما بقولك بتغلى، أنا سأل عليه السوق في مرة لقيته بجوز ب40. فبرضك الهاوي ممكن يجيب مجموعة، ده سعرهم حلو كده، يعمل لهم أوضة كبيرة أو تقفصة كبيرة جدا، وبيحب هما ما بيحبوش الحركة الكتير، أو يعني مثلا كل شوية تبص عليهم كل شوية تطلع لهم، دول عايزين مية وأكل. لو حطيتهم في أوضة عايزين ميه واكلوا ايه وتسيبهم براحتهم في الاوضه، والجو بقى اللي انت تخيله بقى الصفايح والاقفاص
ولو شجره ناشفه كده في نص الاوضه كده تحطها وتضلم عليهم مفيش غير شباك صغير تهويه كده، تلاقي منهم احلى انتاج. عشان ده انا شفته عند واحد صاحبي بصراحه عامله، وينتجوا كتير وبايضين كتير وفاقسين ومظبطين له الدنيا خالص مغرقينه. اللي يعمل بر ده مش يعمل امر كمان، ومناعته قوية جدا وقاعد معاه، وبرضك مش هو حرات الأكل، بيدق له عيش وبيحط له عيش مبلول، بيحط له رز مستوي، وبيحط له كلفة حمام، أي حاجة دايس فيها بحيث إن هو إيه واخد على الطبيعة. بيقول له أنا حطيت له الحاجات دي عشان طلع مرة قال يا مام أصلا بياكل عند إيه الطيور بتاعته فوق، فبدأ إيه يحط له الحاجات الأكل ده. فأنت حط له يعني وما تقلقش، مناعته كله برضك يربيه وكله يجرب مفيش اي مشكلة، بعيد عن الامر خالص، تربيته زيها بالظبط مفيش اي مشاكل فيه. ممكن برضك تلاقيه عند اي بتاع عصافير، ممكن تلاقي منه بيبيع برضك، او اي حد بتاع بيبيع حمام بس بتلاقي عنده اليمام ده. ولو عرفت تصطاده اصطاده مفيش اي مشاكل فيه، في مصايد بتتباع ليه، في برضك ناس بتبيعه في سوق سيدة عائشة كتير جدا يعني مش قليلين. طبعا انا حبيت اوريه لكم النهارده باباي ده والبطين اهو، وربنا يسهل بقى ويرقد عليهم كم الرقود بعد الحركه الكتير دي كلها. مش عارف بصراحه يرقد ولا لا. قبل كده باب برضك البيض البطين قبل البطنه دي ما رقد يومين، بعد كده سابه وقعد يومين ما رقدش، حطهم تحت الامري باظوا، حتى لسه راميهم من فتره برضك ما نفقوش تحت الامري. ربنا يسهل، وبرضك تربيته لذيذة وحلوة، بس هو اللي متعب شوية بس في الإنتاج. لو جماعي وكده هيشتغل معاك، لو في قفص بقى انت وإيه وحظك زي كده بحطه كل فترة جامدة إيه ما يحس بهدوء وراحة بيبيض. فبرضك الأكل والمية بتاعته ما بحطهم له عشان جوه داخليين جوه، فإيه فالخوف بيخاف شوية. يا جماعة نبص بقى على جلسة الكلسم اللي احنا عطيناها لليمام الامري، ما شاء الله بدأ الريش ينبت اهو، بقاله 3 ايام بحطلهم والريش بدأ ينبت في ظهرهم. ده الاب طبعا لونه محمر عن النتاية مطوقة ما شاء الله. طبعا الفوتروب ممتاز جدا للكلسم للطيور، اذا كان العصافير او يمام او حمام، كلسم شديد جدا ما شاء الله عليه. ومجربه من 3 ايام، جسم الزغلول اهو منه برضك زغلول، الريش على طول انبت في ظهره ده والتاني اهو. وبس انا كنت عايز امسكه لكم بس هو بياكله، حرام اللي انا ادخل ايديا وامسكهم واشدهم من بقهم. في جوز اهو الدكر بنت عن النتايه واقفه جنبه اهو. طبعا دول كده عايزين تقفيصه لوحدهم بحيث ان هم ايه يشتغلوا مع حد. الدكر الاحمر النتايه. طبعا ما تنسوش بقى اللايك والشير واشتراك في القناه ليوصل كل جديد. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.